لسه في ناس بتنظف وبتنعمل بشرة بالطريقة دي، فدي طريقة غلط. تعالوا اوريكم الطريقة الصح. اول حاجة هنعملها هناخد نسخة من اللير اللي عندنا وهنحول اللير بتاعنا ده لفيفيد لايت. هتحسوا الصورة باظت عندنا، ما تقلقوش احنا لسه ما خلصناش الخطوة دي. هروح على قائمة ايمج واختار الجاستن واختار انفيرت او الاختصار كنترول زائد اي. ده عملناه علشان نقلب اللير. وفي الخطوة التانية من قائمة فلتر هختار هاي بير، وهبدأ دلوقتي احط القيمة وليكن 20. برضو فاضل خطوة اخيرة، هنخش على قائمة فلتر وعلى بلور وجاوشن بلور، هنختار النسبة اللي هي عجبانة وليكن انا خليتها 4، وهعمل ماسك للير وهدوس كنترول اي علشان يقلب معانا اللير. ودلوقتي خلاص الخطوة دي هبدأ اجيب البرش وهبدأ امسح المسام بتاعة الوش كلها. وحرفيا النتيجة دي استخدموها في الاستوديوهات والصور بروفيشنال، ما خدتش معاكم 30 ثانية. لو عايزين اي نصايح تانية عن الفوتوشوب ما تنسوش تعملوا فولو.